السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله جايه لكم فيديو جديد، فيديو لطريقه وصفه لطريقه تساقط الشعر وانبات الشعر من جذوره. اول حاجه حبايبي اللي لسه مشتركوش في القناه، يا ريت تشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلهم كل جديد من فيديوهاتنا، وما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من المشاهده. معنا كده بسم الله، هنجيب اول حاجة معنا القرنفل، هنجيب شوية من القرنفل في حلة، وهنجيب راس من الثوم نفصصها بقشرها زي ما انتوا شايفين كده اهو، وهنجيب عليها كوبايتين من المية وهنحطهم على النار يغلوا لمدة 10 دقايق او ربع ساعة. بعد كده هنسيب الوصفة معنا تبرد خالص، بعد كده هنجيب مصفى ونجيب طبقين ونصفي المية بتاعتنا من القرنفل والثوم زي ما انتوا شايفين كده قدامكم اهي. احنا هنا صفينا المية في طبق لوحدها اهي، هنقول لكم بعد كده هنعمل ايه بالمية بتاعتنا بتاعت القرنفل والثوم. بعد كده في الطبق التاني هنجيب الثوم ونقشره ونفضي الثوم من جواه اهو، طبعا هيكون معانا طري جدا وهيبقى سهل في الهرس بتاعه. هنفصص الثوم كله في الطبق اهو، احنا هنا كده فصصنا الثوم بتاعنا. ممكن طبعا لو حابه تزودي الكميه براحتك بتزوديها، وبعد كده في تسيبيها في التلاجة. احنا كده بنهرس الثوم معانا، وبنجيب معانا زيت جوز الهند وزيت خروع، بس انا حطاهم الاثنين في ازازه واحده عشان كده بقلبهم. وهنضيف كميه حوالي معلقتين من الزيت الهند على زيت الخروع، هنضيفهم معانا على زيت على الثوم. لو حابه تضيفي زيت الزيتون ممكن تضيفي برضو معلقه، انت بتضيفي الزيت على حسب كميه الثوم اللي موجوده قدامك اهو. وبنقلبهم مع بعض كويس جدا، بيبقى خليط لين خالص زي الكريم كده اهو. طبعا يا جماعه الوصفه بتاعتنا دي بنجيب الثوم بتاعنا وبنحطه على الشعر في أرضية الشعر، نتن بيه شعرنا كويس جدا الخلطة ديت. والمية بتاعتنا دي زي ما انتوا شايفينها كده بنحطها في بخاخة وبنرش بيها الشعر بتاعنا في أرضية الشعر، دي بتبقى لوحدها ودي بتبقى لوحدها. بنرش الأول مية القرنفل بالثوم معانا، بعدها